سو غالي سو غالي. وهذا الخروف نعطي لك تعيد به انت بثلاث ضربه، هذا تعيد به بثلاث ضربه 5 ملايين. واش حقه؟ 5 ملايين. الحقش العيد هذا راه ما يلحقش زوال. يقول لي ايه قالي سوما كاينه بصح وشني الموال حليلو من اسباب العلف 500 الف من اسباب السوق مش ماشي حليل مواطن حليل مواطن حليلو موال حليلو كيفاه يعيد نعجب ربع ملايين يعيد والموال خاسر عليها زوج ملايين حليل الموال وحليل المواطن حليل الموال وحليل المواطن تخرج الارض ما كاين والو تخرج العرف 700 الف 600 الف ما يلحقش المواطن ما يلحقش المواطن التبن راه ب 70 الف هو تالي راه داير حق 80 الف الموال يخسر على القلم تاعو في النهار زوج ملايين حليلو والمواطن يجي ثاني في حليلو نطلبوا من السلطات ان شاء الله يهبطونا كل شيء الحمد لله احنا بعنا الحمد لله عليك يا ربي هذه السوق انا تاجر انا نخاف به نشري ونخاف به نبيع قد ما نشري ما نقول قاليه قد ما نبيع نقول رخيص السوق راه يدير لا السوق ثاني مش ماشي والسوق راك تشوف فيه راه اللي جاب حاجه راه من الصباح راه شاد